حسم نادي ريال مدريد مواجهة القمة وفاز بكلاسيكو الكرة العالمية أمام غريمه برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد. تعادل فريق أتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينيتو فيا مارين ضمن منافسات جولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا. حقق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً على مضيفه توتنهام بنتيجة 3-2 ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. فاز نادي يوفنتوس على ضيفه جنوى بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم إصابة لاعبه لوكاس فاسكيس في ركبته اليسرى خلال لقائه برشلونة. إصابة ثنائي أتلتيكو مدريد جواو فيليكس وكيران تريبيير خلال لقاء الأمس ضد ريال بيتيس في إطار الجولة 30 من عمر الليغا. حافظ الصربي نوفاك جوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين لأسبوع جديد، حيث لم تشهد قائمة أفضل 10 لاعبين أي تغيير.